السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. قرر مجلس النواب البدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اعتبارا من يوم الأحد المقبل. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراوني وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور وهيئة الوزارة. واستمع النواب خلال الجلسة إلى تقرير اللجنة المالية حول القانونين الذي تلته أمام النواب مقررة اللجنة المالية النائب فاطمة أبو عبطة. وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 أن مجموع الإيرادات العامة يقدر بسبعة مليارات وأربعمائة وثمانية مليون دينار، منها 6.408 مليار دينار إيرادات محلية، ومنها 1.128 مليار دينار منح خارجية مقررة. أما مجموع النفقات العامة فقد قدرت في مشروع الموازنة بثمانية مليارات وستة وتسعين مليون وثمانية وثلاثين ألف دينار، منها مليار ومية وأربعة وسبعين مليون وتمامية وثلاثة وخمسين ألف دينار رفقات نفقات رأس مالية، وستة مليارات وتسعمية وواحد وعشرين مليون وخمسمية وثلاثة وثلاثين ألف دينار نفقات جارية. وقد جاء في مشروع قانون الموازنة أن العجز في الموازنة يقدر بستمية وثمانية وثمانين مليون وثلاثمية وستة وثمانين ألف دينار. من جانبها عملت اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية إلى 6 مليارات و701 مليون دينار و533 ألف، كما خفضت اللجنة العجز إلى 468 مليون و386 ألف دينار. وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل بمبلغ 6 مليارات و168 مليون و40 ألف دينار، إلا أن اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقرر إلى 5 مليارات و948 مليون و40 ألف دينار. أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 فقد ورد في مشروع القانون أن مجموع إيرادات الوحدات الحكومية يقدر ب 813 مليون و700 ألف دينار. أما مجموع النفقات لهذه الوحدات الحكومية فقدر في مشروع القانون بمليار و123 مليون و689 ألف دينار، منه مليار و104 مليون دينار و294 ألف دينار نفقات جارية. أما النفقات الرأسمالية فقدرت ب707 مليون و360 ألف دينار. نستمع بداية إلى جزء من جلسة اليوم. للتصور السليم
يا اخوان الزملاء يعني اتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بجزيل الشكر الدائم للبحر لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه بحكمة القيادة ورساخة الإرادة على جهوده التي عزتت مكانتنا على كافة المستويات بالشأن المحلي والإقليمي والدولي. سعادة الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمون، خطاب مشروع قانون موازنة العقل ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. ورد في خطاب مشروع قانون موازنة العقل وموازنات الوحدات الحكومية الذي ألقاه وزير المالية بتاريخ 23/11/2014 أمام مجلسكم الكريم والذي بين ما يلي: تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنات الوحدات الحكومية للسنة 2015 في وقت مبكر، وهذا إنجاز للحكومة لمنح الوقت الكافي لمجلسكم وللجنة المالية لمناقشتهما ودراستهما بشكل كافي يمكنها من وضع مجلسكم الكريم بنتائج دراستها لها. التحديات التي أوردها الخطاب الأوضاع الإقليمية المتعدية، وفي هذا تبين لجنتكم المالية أننا نمر بظروف غير تقليدية وتحتاج منا جهود استثنائية على المستويين داخليا وخارجيا، وتوظيف علاقاتنا الدولية لتخفيف تلك التبعات. الخسائر المتزايدة لشركة الكهرباء الوطنية والمياه، وفي هذا الشأن قامت اللجنة المالية بدراسة خسائر الكهرباء والمياه، وستقوم بتقديم أثر هذه الخسارة ضمن توصيات اللجنة. اليوم نناقش مع ضيوفنا الكرام مشروع قانون الموازنة لعام 2015، ما هي ملاحظاتنا الأولية عليه؟ ضيوفنا هم أصحاب السعادة النواب الدكتور هيثم العبادي والمهندس عاطف قوى. حوار يبدأ بعد الفاصل. اهلا بكم، نبدا حوارنا ليلى وارحب بضيوفي الكرام اصحاب السعاده النواب دكتور هيثم العبادي، اهلا بك، شرفنا بحضورك. والمهندس عاطف قعوار، اهلا بك مهندس عاطف. اهلا وسهلا. اذكر فقط بدايه بسؤال تطبيق شارك عبر رؤي لهذه ليلى: هل تعتقد ان الموازنه ستشهد تحسنا في العام 2015؟ الاجابه ستكون بنعم او لا، وسنستعرض الاجابات خلال هذه الحلقه، والنتائج ستكون اولا باول. خليني أبدأ منك دكتور هيثم، من حقيقة قبل ما أحكي في موازنة وتفاصيل وأرقام، إحنا اليوم أكثر من نصف شهر 2 17 والموازنة نعم. تأخر. نعم، ما الذي حدث؟ مين يأخر الموازنة، النواب ولا الحكومة؟ وليش الموازنة متأخرة اليوم؟ يا سيدي، أول شيء مساء الخير. أهلا سيدي. التأخير بداية هو من الحكومة، يعني المفروض أنه تقدم الموازنة قبل شهرين من نهاية السنة. الآن طالما هي اجت خلينا نقول يمكن بنص 11، كان التاخير الاساسي او السبب الرئيسي نتيجه وجود قانون ضريبه الدخل، مناقشه قانون ضريبه الدخل. الماده 112 بالدستور بتقول ما يلي: لا يجوز ان يتم مناقشه الموازنه وهناك قانون ضريبه يناقش بنفس الوقت، لا يجوز نهائيا. ولذلك تم التاخير بالنسبة للموازنة على أساس أنه إنجيز قانون ضريبة الدخل، وتم إجازته تقريبا قبل نهاية السنة المالية. الآن خلينا نقول الماراثون بالنسبة للمناقشة بأخذ حوالي شهر شهر ونص، وبالتالي إن شاء الله يوم الأحد القادم راح نبلش في الموازنة. نعم، بس تأخرنا مش تأخرنا، يعني تأخير حكومي. بس الحكومة إذا وصلت متأخر عليكم 15 يوم. نعم، وانتوا قلتوا بتناقشوا قانون الضريبه، في التاخير من النواب يوصف فيك ولا غلطان؟ لا يا سيدي، هلا هي مفروض انه تتقدم قبل شهرين من نهايه السنه. هم قدموا 15/11، يعني متاخرين 15 يوم، مش هيك؟ متاخرين نعم. بس السبب الرئيسي اللي هو قانون ضريبه الدخل، كان مناقشه لقانون ضريبه الدخل، ما بنقدر انه احنا نجيب الوزارات ونناقش الموازنه وفي قانون ضريبه الدخل، وبالتالي تاخرت كل اللجنه كامل لبدايه السنه. ومين بيتحمل مسؤوليه هذا التاخير الان؟ هذا بالنسبة للحكومة،
أكيد 100%، لأنه كان مفروض أنه قانون ضريبة الدخل يتم مناقشته من شهر 9 و10 الماضي. لاحظ أنه إحنا أجزنا القانون اعتبارا من تقريبا 30-12 عساس يبلشوا فيه من 1-1-2015. طبعا هذا القانون عليه إشكاليات كثيرة، الكل بيعرف أنه حتى معظم الناس مش راضي عن هذا القانون. أنه قانون؟ قانون ضريبة الدخل. من أنتم اللي أقرتوا؟ مين أقر؟ يا سيدي إحنا أقريناه أكيد، لكن فيه شغلات كثيرة. يعني إحنا رفعنا الشريحة على الشركات من 14% إلى 20%، وهذا طبعا هذا ضد تشجيع الاستثمار. رح نحكي في قضية تشجيع الاستثمار بالذات، وهذا بهمنا كثير دكتور. أنا اللي بفهمه أن هذا القانون عندما صدر حصل على موافقة النواب، وبذلك أصبح قانونا مقررا بعد أن حصل على موافقة العيان. صحيح. صار في مساره التشريعي الكامل، وأنتم في مجلس النواب وافقتم على هذا القانون، وليس موضوعي اليوم قانون ضريبة الدخل، لأنه أكيد يحتاج نقاش أكيد آخر وملف آخر يفتح في وقت آخر، لأنه حقيقة ملف معقد ولديه الكثير العديد من الملاحظات على هذا الملف. ولكن هناك ملف أيضا مرتبط بالموازنة، وهو مرتبط أيضا بشأن المواطن الأردني. ومهندس عاطف، أنت جزء من لجنة الطاقة النيابية، لدينا أزمة الآن، أزمة الكهرباء. نعم. المواطن اليوم وسط الفاتورة تاعت شهر واحد مرفوعة على الكهرباء 15%. نعم. النواب غردوا بأن اليوم سيكون الحديث عن 7.5% كما اتفقنا مع الحكومة، ورفضوا أيضا 7.5%، وتم الإقرار داخل القبة بأنه لا نريد رفع الكهرباء. نعم. الحكومة لم تلتزم، التزمت. ما الذي يحدث الآن في ملف الكهرباء؟ شكرا أستاذ محمد، وشكرا على الاستضافة. حقيقة هذا ملف حساس جدا، وهو حديث الساعة في الجانب الاقتصادي. وملف الكهرباء القديم الحديث، يعني لا يوجد فيه مادة جديدة جدا يعني كثيرا، باستثناء أن انخفاض أسعار الكهرباء، أسعار النفط العالمية وتأثيرها على سعر إنتاج الكهرباء. الآن المفاوضات بين مجلس النواب والحكومة من خلال اللجنة النيابية المشتركة المالية والطاقة عملت 3 لقاءات مع الحكومة ولقاءات اجتماعات خاصة بها، وتوصلت إلى يعني كانت واضعة اللجنة أولوياتها بالشكل التالي: أولا تخفيض سعر الكهرباء، وكنا ندرك أنه هذا غير ممكن. ثانيا إلغاء قرار الرفع اللي كان متفق عليه يوم 13/6/2013، اللي هو وافقنا المجلس النواب وافق عليه تحت تهديد انهيار الدينار الأردني أو نقبل ببرنامج التصحيح الاقتصادي اللي من ضمنه وقف الدعم السلعي. مين هددكم بانهيار الدينار؟ كان حديث دولة رئيس الوزراء نتيجة لانخفاض الاحتياطيات في البنك المركزي، توقف المساعدات والمنح الأجنبية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مرهون برفع الدعم السلعي حتى كاد ينال الخبز، ولكن لم نستطيع أن نصل إلى الخبز يعني وهو خطوط حمراء حقيقة، لا يجوز الآن رفع أي سلعة. كان السلعة الوحيدة هي الكهرباء، فوافق مجلس النواب تحت ضغط انهيار الدينار الأردني آنذاك وانخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة. هذا الاتفاق كان غلطان مجدول. اسمح لي إذا أنا مش غلطان، في حينها مش كان الأصل في رفع الدعم المطلق عن أسعار المشتقات النفطية، مش كان الأصل أنه يسند الموازنة ويدعمها ويدفع باتجاه أن تثبت سعر صرف الدينار هاي 2012، إذا أنا مش غلطان. إذا لا، هي في شهر 10/2012 تحرير سوق المشتقات حتى ندعم الدينار وحتى يصمد الدينار وحتى تصمد الموازنة. 700 مليون دولار كان الحكي على أساس التوفير. هي تحرير سوق المشتقات النفطية. صحيح. وتم تحرير سوق المشتقات النفطية. طيب. في خريف 2012، في ربيع 2013 أو في بداية الصيف في 2013 مع بداية مجلس النواب تم جدولة إلغاء الدعم حتى نصل إلى نقطة التعادل، بيع سعر كلفة الإنتاج وكلفة البيع. هذا في الكهرباء. في الكهرباء. طب وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه الأولويات اللي وضعناها تخفيض سعر الكهرباء غير ممكن، تجميد إلغاء قرار الرفع أبدت الحكومة أنه غير ممكن أيضا، تجميده إلى حين مستجدات أخرى، أو إذا لابد من الرفع فبالحدود الدنيا. فكان خيار 5% أو 7.5%، هاي الخيارات اللي كانت مطروحة أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تسعى لكل واحد منها أن تحقق الماكسيموم أكثر ما يمكن استطاعته لتحققه. لا قدرتوا تخفضوا الأسعار ولا قدرتوا تلغوا الرفع ولا جمدنا القرار.
والمفروض أنكم وصلتم إلى اتفاقية بأن نخفض الرفع من 15% إلى 7.5%. هذا ما عرضته الحكومة ولم يستجب له المجلس. اللجنة المشتركة نقلت رأي الحكومة وما تقبل به الحكومة إلى مجلس النواب. صوت عليه المجلس. لا اسمح لي، وقبلت فيه في اللجنة، مش قبلت فيه في اللجنة. ألم تقبل اللجنة بخيار الحكومة بالسبعة ونص بالمية ولا ما قبل؟ إحنا قبلنا، يعني زي ما تقول شر لابد منه. فإحنا اللجنة قبلت، ويعني أنا سميت بالاسم، أنا كنت المقرر وقرأت القرار بالمجلس وذكرت أسماء اللي عارضوا القرار واللي وافقوا على القرار واللي اقترحوا. الأستاذ باسل ملكاوي اقترح نسبة 5% أنه توافق الحكومة على 5% والمجلس يوافق على 5% من أصل 15% الرفع، يعني 33%، لكن هذا لم يتم. شو اللي صار؟ اللي رفض صار المجلس القرار وما مشيتوا على التوصية والحكومة التزمت الصمت. الحكومة ما مشيت على 15%، لغاية الآن ماشي على 15%. لا لا، هي الفاتورة طلعت، هو ذكروا أنه هذا يعدل بأثر رجعي من 1-1، لكن امبارح سمعت الحكومة تلتزم الصمت، لازالت لم تعلن، وهي التزمت بسبعة ونص وقالت بإمكانها أن تخفض إلى 7.5. الآن الحكومة لا تستطيع التراجع عن 7.5 في أسوأ الأحوال. ما الحكومة مش ليش؟ ليش اتفقت معاكم انها توصل معاكم لسبعة ونص؟ انتم ما اتفقتوا، هي مشيت على قرارها الاول. لا، هي اذا عندها امكانيه لسبعة ونص ما مش حقها انها تبطل. اذا بتقدر من الذي يسال؟ احنا اليوم التاريخ 17/2 يا مهندس عاطف ارجوك، احنا اليوم التاريخ 17/2. نعم. شفتوا فواتير الناس؟ سالتوا نعم. الحكومه نعم. جيت فواتير شهر واحد، مش الناس قالت لكم 15% قيمه الرفع؟ وين المساءله الحكوميه؟ احنا كل يوم هذا يعني موضوع محوري ويطرح يوميا، والان بننتظر من الحكومه ان تعلن اعلان رسمي مجلس الوزراء ان يقر انه الرفع بدل 15% 7.5%. مجلس الوزراء لحد الان لم يتحرك. الان احنا اعتقد كل نائب في مداخلته او في مناقشته لقانون الموازنه العامه سيطرح هذه المساله وسينتظر الاجابه برد وزير الماليه ورئيس الحكومه جدا في هذه الموازنه على هذا السؤال. جميل جدا. تسمح لي اسالك سؤال دكتور؟ تفضل. في نفس السياق، ما يهمك، ابشر يعني ابشر. لانه هذا الموضوع الموضوع شائك جدا. هذا طيب، في قضيه احنا الكهرباء. في الكهرباء نعم. يعطيكم العافيه، رفضتوا موضوع الرفع. نعم. ومنعتوا الحكومه، قررتوا انه الحكومه غير مقبول منها رفع ال 15%. نعم. ولا 7.5%. نعم. الحكومة لا أخذت لا أخذت بسبعة ونص ولا بقرار الوقف ومشيت على قرار الخمستاش. صحيح. شو استفاد المواطن؟ ولا شيء لغاية الآن، ولا شيء. طيب، لكن إحنا قدامنا الأسبوع القادم اللي هو ماراثون الموازنة. الأصل إنه النواب نفسهم يتشددوا في قضية موضوع الكهرباء. لاحظ إنه الموازنة لغاية الآن اللي أرسلوها في خسارة بشركة الكهرباء الوطنية 780 مليون دينار، 587 مليون دينار فرق أسعار ما بين المبيعات والمشتريات، و193 مليون دينار اللي هي نفقات إدارية جارية. الآن بتحكي ب 780 مليون دينار. حتى مشان تكون بالصورة، أول جلسة كانت لمناقشة الموازنة في اللجنة المالية، تحدثت أنا فيها أنه على أساس لغاية الآن أنتوا حاطين الـ 15%. هذا جانب. جانب آخر حكيت في موضوع أنه تقييم الموازنة أو فرضيات الموازنة، إحداها اللي هو تقييم سعر برميل النفط على أساس $100. لما بعثنا للحكومة إجانا الرد كلياته ورقي فقط، يعني شيء عملي ما في. كيف كان الرد ورقي؟ نعم. لما أنتوا الحكومة بانية موازنتها على $100، اسمح لي. نعم. وبانية موازنة شركة الكهرباء على $100، والأسعار اليوم قرابة $50، النصف يعني. نعم. هذا كله وين؟ إيش جاكم على ورقي؟ ولا شيء لغاية الآن، ما سوت شيء الحكومة. الحكومة لغاية الآن السعر على أساس 15%. هلا بشهر 2 بيحكوا على أساس إنه بدها تطلع الفاتورة إنه 7.5% زيادة. نعم. مع إنه لغاية الآن أنا بحكي، مع إنه حكيت وقلت يعني كحل وسط إنه يكون 7.5%، لكن بدي أحكي لك شغلة. الأصل إنه ما يصير رفع نهائيا بالنسبة للكهرباء ولا 7.5%. مين صاحب القرار؟ من الذي يراقب أداء الحكومة؟ سيدي مجلس النواب. مجلس النواب. طيب. هو اللي بده يراقب. طيب. الآن أنا بحكي لك شغلة، إنه إحنا الأسبوع القادم في عندنا موازنة، يجب أن تلتزم الحكومة في قرارات مجلس النواب، وإلا سيتم طرح الثقة فيها. أنو قرار بها تلتزم؟ 7.5. بالنسبة للكهرباء 7.5. هو الأصل، لاحظ المجلس حكى على أساس إنه صفر. طيب.
هلا راح تصير فيها إشكالية بين النواب نفسهم، في ناس راح يوافق على أساس 7.5 وناس يوافق على أساس أو بده على أساس إنه 0. أنا بعتقد إشكالية، آسف على المقاطعة بس اسمعني خليني أكمل في الشغلة هاي إذا سمحت يا سيدي. أنا بقول ليش بقول لك إنه الأصل إنه يكون 0. هلا زي ما تفضل المهندس عاطف وقال إنه في 2013 صار الاتفاق على أساس إنه يصير الرفع 15% سنويا بالنسبة لفاتورة الكهرباء، لأنه إحنا المديونية عندنا أو العجز السنوي تقريبا 2.5 مليار، جزء أو خلينا نقول مليار دينار من شركة الكهرباء مليار الوطنية. ومتين مليون نعم، فهذا رقم الحكومة بدها تتخلص منه. هلأ قضية الرفع والموافقة على أساس 15% من سنة 2013 وبدأنا فيها في سنة 2014 15% على أساس برميل النفط 100 دولار وحتى 115 دولار بدينا احنا من شهر 8 2013. الآن سيدي العزيز برميل النفط 50 دولار أو 55 دولار، إذا تلقائيا لازم الحكومة أنها تخفض الأسعار. يا معلش دكتور هيثم تفضل، خذوني كمواطن بسيط هيك. حياك الله. يعني الحكومة إذا إجت عليكم في الموازنة وقالت الرفع 7.5%، نعم موافقين؟ هل هذا كل نائب لوحده موافق؟ أنا بالنسبة لي حسب قناعة كل نائب. طيب سمعني يا مهندس، أنا قلت لك شو موافق عند 7.5؟ موافق على 7.5؟ إذا تعطي ثقة للموازنة بتعطي إذا مضطر؟ نعم إذا مضطر، إذا ما في خيارات أخرى، إذا ما بقدر أسويها صفر بدي على يعني أضعف الإيمان أوافق على الحد الأدنى لسبب. خليني أقول لك شغلي، أنا باعتقادي الدولة صامتة لحد الآن لم تذكر تخفيض الزيادة إلى النصف بسبب أنها هي الورقة الرابحة في نقاش الموازنة لتمرير الموازنة، وأنا بعتقد أنه راح يلبي في الرد على مداخلات النواب دولة الرئيس ووزير المالية، رايحين يلبوا طلب المجلس النواب على 7.5 أو على 7.5 مقابل تمرير، لأنه كل النواب رايحين يكون في مداخلاتهم مسألة الكهرباء، فراح يلبي رغبتهم، راح يلبي، فهي الورقة ورقة المقايرة. أنا معك مهندس عاطف، لكن النواب مش موافقين على 7.5. إذا بنذكر التصويت اللي صار بالإجماع 73 نائب من 125 من 100 بدنا صفر مش 7.5 بدنا صفر. هل بده يلبي الرئيس طلب الصفر هلا عشان يمرر الموازنة؟ ما راح يوافق على الصفر الاعتبارات برنامج التصحيح الاقتصادي اللي قطعت على نفس عهد الحكومة مع صندوق النقد الدولي ومستمر فيه، وأخذنا التقييم على أساس الاستمرار في هذا، ولسه ما وصلنا نقطة التعادل بكلفة الكهرباء والبيع والشراء. فالحكومة مصرة، ليس القيمة رقمية، يعني كل ما تجنيه الحكومة من هذه الزيادة 115 مليون، الحكومة ستتحرر من الدعم النقدي للكهرباء 180 مليون وفقا للاتفاق اللي تم، إذا نزل سعر برميل النفط عن 100 دولار هذا الدعم النقدي سيتوقف. المسألة ليست مسألة 115 مليون الجباية الجديدة هاي، المسألة مسألة التزام مع صندوق النقد الدولي. الحكومة أخذت على عاتقها إيقاف الدعم السلعي وإيصال الدعم للمستحقين، فهي ماشي في البرنامج أن تصل إلى نقطة التعادل وإطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال هذا الرفع. احنا تحدثنا كثيرا في هذه المسألة وقلنا انه اطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول الى نقطة التعادل يمر بمسارين متوازيين، اولا الجباية وهي تراها الحكومة انها هي الاسهل ونحن نرفضها، المسار الثاني الموازي له هو تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية من خلال الفاقد، من خلال الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال عدة مصادر ممكن تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية. طيب. فهذا احنا ما نسعى إليه، ونأمل، والحكومة لا شك إنها متقاعسة ومتباطئة جدا في مشاريع الطاقة المتجددة. جميل. وفي قضية محاربة الفاقد الفني والغير شرعي. جميل جدا. طيب إذا احنا موضوع الكهرباء بنحسم آخر الشهر هذا 15 ولا 7 ولا أكيد أكيد الأسبوع الجاي، يعني الفاتورة بتطلع الأسبوع القادم يمكن. طيب نعم، خليني أرجع لمحورنا الرئيسي وهو محور الموازنة، وذكر المهندس عاطف نقطة مهمة، الحكومة قد تقدم تنازلات في ملف الكهرباء لتمرير الموازنة. صحيح. في اللجنة المالية قراءتكم للموازنة، لماذا التمرير؟ المفروض الموازنة تكون أمر إيجابي وكويس وفيها أرقام كويسة وفيها بوادر تحصل على الوجع، ليش مرها تمرير؟ لا سيدي انا بدي احكي ليش بنفاصل فيها قليل. لا سيدي بدي احكي ليش بنفاصل في الموازنه بصراحه.
سيدي، اللي أهم من الموازنة ما بعد الموازنة، هذا اللي بيهمنا. يعني الموازنة يعني مع تعديل بسيط راح تمر هذه الموازنة، لكن الأصل أنه أنت تراقب الموازنة من حيث الإيرادات، من حيث النفقات، ما بعد الموازنة، هذا اللي بيهمني. لكن في شغلة مهمة جدا أنا بدي أحكيها، هاي الموازنة مشان تكونوا بالصورة، أنا وجهة نظري هي عبارة عن cut and paste، يعني ما جابت إشي جديد لغاية الآن، باستثناء يمكن قضية العجز السنوات السابقة كانت تكون بالنسبة، أنا بحكي في موازنة الحكومة، في عندنا موازنة الحكومة، في عندنا موازنة الوحدات المستقلة. العجز عندنا السنة هاي 688 مليون دينار بالنسبة لموازنة الحكومة، بالنسبة لموازنة الوحدات المستقلة 998 مليون دينار، يعني مليار تقريبا، مليار. الآن بنحكي تقريبا 1.7 بالعشرة، هذا المتوقع. لاحظ احنا بنقول الموازنة هي عبارة عن جناحي، بسميها جناحي الحكومة، إيرادات ونفقات. إذا زادت الإيرادات عن النفقات بيكون عندنا فائض سيربلس، وإذا زادت النفقات عن الإيرادات بيكون عندنا عجز، اللي هو دائما زي ما بصير عندنا اللي هو ديفست للأسف، يعني الحمد لله. هلا هون السؤال، لاحظ انه بنحكي الآن كمان ب1.7 مليار دينار راح يكون عندنا العجز، الجزء الأكبر منه نتيجة الكهرباء، الجزء الأكبر تقريبا مليار أو خلينا نقول 800 مليون دينار. في عندنا اللي هو خدمة الدين، خدمة الدين حوالي مليار و20 مليون دينار. يعني هاي المشكلة اللي عندنا إحنا في العجز السنوي بالنسبة للموازنة. السبب أو الشيء الرئيسي اللي هي شركة الكهرباء واللي هي خدمة الدين. لكن بدي أرجع وأقول ما يلي على شركة الكهرباء. المفروض أنه إحنا نخصص حلقة كاملة لقضية الكهرباء قد ما هي فيها أمور شائكة. مشان تكونوا بالصورة، كلفة إنتاج الكيلو وات عندنا هون في الأردن 17 قرش، يعني حوالي 25 سنت، الأفرج العالمي 12 سنت. المفروض إحنا بالنسبة لنا في الأردن أنه يكون أقل من 12 سنت، هذا كلفة إنتاج الكيلو. طيب ليش الكلفة هاي؟ الكلفة بتيجي من ثلاث أمور: المواد المباشرة والأجور المباشرة والأوفرهيد. المواد المباشرة كلفتها عالية، في شيء هون. طيب نعم. دكتور هيثم، أنا عشان ما أظني برضو مرة أخرى مش موضوعنا الكهرباء اليوم، تفضل. لكن إحنا تطرقنا لسؤال الكهرباء كونه سؤال أساسي شعر فيه المواطن، وهو متعلق ومرتبط بشكل مباشر في الموازنة وإقرار الموازنة، أو بالأحرى وهنا أقتبس من حديث المهندس عاطف، تمرير الموازنة. وهذا سؤال كبير حقيقة، تمرير الموازنة مش إقرارها. وأنا رح أسألك مهندس عاطف تحديدا، لماذا التمرير ولماذا هذا التعبير؟ لماذا هذا التعبير؟ قبل ذلك معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب المهندس سليم البطاني. مهندس سليم، مساء الخير. مساء الخير أخي محمد، ومساء الخير لضيوفك المحترمين. مهندس سليم، لديك ما تضيف في موضوع الموازنة العامة؟ أرجو أن أسمع وجهة نظرك في موازنة الدولة الأردنية لعام 2015. يعني أخي محمد، أنا حقيقة متابع الحلقة من أولها، لأنه كنت مفروض أكون للشرف أطلع مع الزملاء المحترمين، لكن في ظروف كانت مانعة، يعني منعت. سوء حظ يا سيدي، تفضل. الله يسلمك. يعني بداية هذه الموازنة أنا طلعت على جميع بنودها، واليوم حقيقة البيان مجلس النواب، بيان اللجنة المالية اللي حكته أختنا فاطمة، يعني كان شافي وكافي. لكن أنا بدي أعطيك بس بعض ملاحظات. أنا باعتقادي هذه أول موازنة تقشفية للدولة الأردنية، هذا واحد. اثنين، كان هناك تقدير الإيرادات، كانت الدولة حقيقة في هذا الموضوع كواصلة إلى درجة عالية من الأكيوريت، خلينا نقول للدقة في تقدير الإيرادات، كانت تحط في متوقع إيرادات أو منح ما تجيش، تصير عندي عجز وأحسبه على العجز، وانت عارف الأخوان ماليين وقاعدين. ثلاثة، والأهم منها من ذلك، جاءت هذه الموازنة بعيدة كل وصفات صندوق النقد الدولي اللي هي الـIMF. مرة أخرى أرجوك مهندس سليم، بعيدة كل البعد عن شو؟ بعيدة كل البعد عن وصفات صندوق النقد الدولي أبدا. يعني كان هنالك اللي قرأ الـIMF اللي هي اتفاقية الأردن مع صندوق النقد الدولي، بلاحظ كان فيها هنالك أمور يعني في غاية الصعوبة، اللي تفضل فيه أخي عاطف في بداية الحلقة حول الدينار الأردني وضعف الدينار في بداية تسلم هذا الحكومة، وجاء صندوق النقد اللي وقعنا الـIMF في الفيز 1 والفيز 2 والفيز 3 والفيز فيو اللي
احنا راجعناها مع صندوق النقد، احنا في موازنة عام 2015 قاعدين كل البعد عن وصفات صندوق النقد الدولي، لكن الأسوأ في هذه الموازنة خطاب وزير المالية اللي بتذكروه قالوا الزملاء لما وقف وزير مالية قال انه كذا وكذا وأوقفنا التعيينات. هل هذا وزير مالية؟ هذا وزير مالية بوقف بقول أوقفنا التعيينات؟ طب ما احنا الدولة الأردنية والمجتمع الأردني أمام تحديات عديدة، والآن بهذا الوقت تحديدا أمام تحديات البطالة والفقر. أين هي الاستراتيجية البطالة والفقر؟ أعتقد وأنا جازم في هذا الموضوع أن الحكومة لا يوجد لديها استراتيجية لحل موضوع البطالة أو معالجة الفقر، وخصوصا في الظرف الإقليمي الحاضر. أما في موضوع الكهرباء، يعني هذا موضوع الكهرباء الإخوان أعتقد تناولوا وأسهبوا فيه إلى أبعد حدود، لكن هناك اتفاق جنتلمان ما بين النواب وما بين الحكومة موضوع 7.5، والنواب اتفقوا أنه ما اللجنة شو بتطلع راح يقبلوا فيها. الآن هناك 73 نائب، إجوا هذول 73 نائب عارضوا لها، لكن افترض أنه وصلوا إلى حجب الثقة عن هذه الحكومة، أعتقد أن هؤلاء النواب لن يحجبوا الثقة. أنا من اللي احترمت القرار وقبلنا في 7.5، قبلنا فيها لأنه نعرف شو هي ظروف الدنيا. أخي محمد أنا بدي أشكرك كل الشكر، عضو مجلس النواب مهندس سليم بطاني، أوضحت وجهة نظرك. حقيقة تحدثت عن موازنة، عندك مشكلة مع وزير المالية بوقف الوظائف، وتدعم قرار اللجنة المشتركة، و7.5 قال الكهرباء تدعم ذلك. رح أسمع توضيحك على نقطة التمرير حقيقة وليس إقرار الموازنة العامة، لكن بعد الفاصل. وقبل أن نخرج الفاصل أذكر بسؤال تطبيق شارك عبر رؤية هذه الليلة، ونستعرض النسبة الأولية. هل تعتقد أن الموازنة ستشهد تحسنا في العام 2015؟ النسبة الأولية نعم 29%، لا 71%. بعد الفاصل سنواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. توقفنا عند عبارة تمرير الموازنة، وقبل أن أسمع وجهة نظر المهندس عاطف في تمرير الموازنة أقرأ بعض التعليقات سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيصل يقول الموازنة إيجابية، مشاريعها طموحة، أرقامها مبشرة على الورق، لكن بحاجة أن تكون حقيقية على أرض الواقع. علي عواد يقول ملف الموازنة مرهق بسبب المديونية، العجز الاعتماد على التوقعات بعيدا عن الوقائع، ووجود بنود في الموازنة دون تسميتها. ومعتز يسأل ما هي الإيرادات المتوقعة لعام 2015 ومن أين؟ أسمع يعني في السؤال الأخير إذا ممكن دكتور هيثم تسجله عندك حتى تجيبنا عليه، لماذا التمرير وليس الإقرار؟ هو إقرار لكن بشكل تمرير، يعني نعم. كيف يعني أن تمر من عمق الزجاجة، أن تمر بصعوبة الموازنة. الموازنة ليست مقنعة، ولذلك يعني استعملت على كلمة التمرير، ليست مقنعة لمعظم أعضاء مجلس النواب، لكن للظرف الدقيق اللي تمر فيه المملكة ستمر الموازنة، ستمر قلت لك من عمق الزجاجة وبصعوبة، يعني ستلد ولادة قيصرية. الموازنة غير مقنعة بكافة فصولها. أولا يعني الموازنة هي تعبير دقيق عن سياسات الدولة في إدارة مواردها المالية، لا توجد أي سياسات واضحة، وسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها هذه الحكومة لا توجد هناك إرادة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي. وأشار جلالة الملك في خطاب العرش وفي مناسبات كثيرة إلى أنه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لن نقبل أن تكون سببا في توقف الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي يمر بتثاقل كبير جدا وفي تواطؤ كثير جدا، وأوضحت أنا هاي في عدة مناسبات. هذا فيما يتعلق الموازنة انكماشية، يعني لا توجد فيها هناك أي إضافات جديدة تختلف عن موازنة السنة السابقة أو التي سبقتها، بحيث أنها تدب الحياة في الاقتصاد الأردني. كانت هي قضايا رقمية مالية فقط وليس انتعاش اقتصادي. يعني الموازنة وخاصة برفع كلف الإنتاج، أن تفقد السلعة الأردنية منافستها، إن كانت السلعة السياحية يعني الفندق أو السلعة الصناعية، يعني خفت منافسة. ويعني آلمني جدا أني سمعت من غرفة الصناعة أنه ما يقارب 760 مصنع أغلقت
في السنوات الثلاث الأخيرة. 1600 سيدي عشان أعدل لك. 1624 كده. 1624 مصدر. 1624 نعم. طيب هذا رقم مأساوي. هذا رقم مأساوي. هل هذا مؤشر على رفع الكهرباء اللي بتقررونه كمجلس؟ هل هذا مؤشر على إصلاح اقتصادي أن 1624 مصنع أغلقت في الثلاث سنوات الأخيرة؟ يعني حقيقة قضية مأساوية. نحن كنا نأمل من الموازنة وخاصة في بند النفقات الرأسمالية أن تكون هناك مشاريع جديدة، أن تنعش الاقتصاد، أن تشغل الناس، أن ترفع مستوى المعيشة، أن تجمعهم. يعني في المشاريع النفقات الرأسمالية يعني 1.2 مليار أو 1.7 مليار منها مشاريع جديدة للسنة هاي 64 مليون. 64 مليون ماذا تفعل في هذه البلد، في هذا البلد اللي بحاجة بجوز إلى 6 مليارات حتى تنعشه؟ فإيش 64 مليون بالنفق في المشاريع الجديدة؟ يعني النفقات الرأسمالية مبوبة في ثلاث أبواب: مشاريع مستمرة، مشاريع تحت التنفيذ، ومشاريع جديدة. المشاريع الجديدة 64 مليون يعني ملحة. لن يعني ما في مشاريع جديدة يعني فعليا ما في مشاريع جديدة عشان نحكي بصراحة. يعني وشو المشاريع الجديدة؟ بجوز توريد مضخة أو توريد كذا أو كابسة أو مش عارف إيش، يعني شغلات 64 مليون بس المشاريع الجديدة. بس بالموازنة 64 مليون ما هذا اللي بحكيه ولا شيء. يعني ملحة بقول لك. فلذلك هذه الموازنة انكماشية. وأضف تقول الموازنة أنه تناقصت نسبة البطالة من 13.7% إلى 11، من 13.1 إلى 11.7. كيف أنا بدي أقبل هذا الرقم في ظل وقف التعيينات، في ظل 100,000 خريج سنوي، في ظل عمالة وافدة تنافس العمالة المحلية، العمالة المحلية؟ كيف أنا بدي أقبل هذا الرقم وأعتبره هذا الرقم صحيح؟ البطالة زادت ولم تنخفض، والموازنة خطاب الموازنة بيقول أنه انخفضت البطالة. طيب فسر لي إياها، أنا ما بقبل هذه الأرقام. ثالثا ملف اللجوء السوري، وهنا اللجنة المالية قدمته مبين نفقة اللجوء السوري، لكن قديش بيجينا مساعدات؟ يعني مثل شركة كهرباء الوطنية في عندنا خسائر، في إنه في آوت، في إيرادات وفي نفقات. ملف اللجوء السوري حاطين قديش كلف اللجوء السوري علينا، لكن قديش بيجينا مساعدات؟ قديش الحكومة بتغطي؟ قديش الجهات المانحة الخارجية قديش بتقدم؟ احنا ما بنعرف. هم بيقولوا ما بتكفي الفلوس، ما بتكفي. قديش ما بتكفي؟ قديش الشورتج؟ قديش العجز في ما بتكفي؟ هذه الارقام يعني بطلت تنطلي على احد. يعني كلفة اللجوء السوري، حاسبين اللجوء السوري علينا يعني في الموازنة؟ هذا ملف اللجوء السوري باب كامل في قرار اللجنة، يشكو منه اساس انه في تكلفة. طيب يعني لا يكفي والله كلفة اللجوء السوري علينا. احنا حوالي 1.2 مليار. طيب بين تعليم وصحة وإلى آخره وكهرباء ومياه وآخره. بس بدي أعلم، اسمح لي أني أحكي من حيث انتهى الزمن. لا قبل بس جاوبني. لذلك أنا بدي أحكي أنه هاي ميزانيته مرر، لا تقبل بارتياح. واضح جدا، يعني النقاط اللي ذكرتها أظن توضح تماما الأسباب التي في أكثر من أسباب، أكثر من الأسباب هاي لتقول أنها تمرير موازنة. تمرير ولا إقرار بالنسبة لك بداية دكتور هيثم عشان أكون عارف؟ هو تمرير. تمرير. كل النواب تمرير، يعني كثير منهم راح تكون تمرير، لأنه كمان ما بنقدر نعطل الموازنة أكثر من هيك. لاحظ المفروض أنه أقرت من بداية السنة، الآن الحكومة تتخذ الإجراء على أساس أنه تصرف واحد على 12 من الموازنة السابقة، وبالتالي لازم أنت تمشي في الموازنة الآن وبعدين الحساب بيصير على قضية التنفيذ. يعني المفروض ما احنا قلنا مجلس ما حسبتوا على القديمة، حسبتوهم على الموازنة القديمة، على التنفيذ القديم. احنا كنا في أسئلة كثيرة، النواب يعني بصدق كثير من النواب بتابع كل شيء، في أسئلة توجهت للحكومة كثيرة. بدي أرجع وأحكي بالنسبة جوابتكم عليها الحكومة. طيب عشان بس نعرف. بتجاوب طبعا في أجوبة مش مقنعة أكيد 100% أكيد. يا سيدي أنا بدي أقول ما يلي بالنسبة للأزمة السورية. صح في تكلفة على الموازنة أكيد. لكن في إيرادات، وين الإيرادات بتيجي؟ أنا مش عارف الإيرادات المساعدات، بوبها وورجيها، أعطيني قل لي والله إنه إجا مساعدة منحة أوروبية مبلغها القدي ودخلت ضمن الموازنة. وجهتوا لهم سؤال في هذا المجال؟ نعم سألت هذه الأسئلة، ما حد جاوب عليها. ما حد جاوبنا قديش بيجينا إيرادات ولا حدا بيعرف، ودعم مالي على اللجوء السوري. ما حدا بيعرف أبدا، ما حدا بيعرف.
لا هم بيعرفوا أكيد الناس بيعرفوا أكيد بيعرفوا، بس ما جاوب للنواب بالضبط قديش المبالغ. هذا الرقم لم يعلن لا للنواب ولا للرأي العام. رقم غير سيدي بدي أحكي بالنسبة للأخ اللي سأل عشان الإيرادات المتوقعة 2015. الإيرادات العامة 7 مليار و408 عندنا 6 مليارات و280 مليون اللي هي إيرادات محلية. إحنا شو يعني إيرادات محلية بالله؟ اللي هي ضرائب، كلها ضرائب. في عندي ضريبة في عندنا إيرادات غير محلية 4 مليارات و370 مليون دينار اللي هي إيرادات ضريبية، ضريبة الدخل وضريبة المبيعات. قديش بالله الإيرادات؟ 4 مليارات و370 مليون دينار. والغير ضريبية 1,910 مليون. هذول اللي هم إيش بالله؟ هاي اللي هي الإيرادات المحلية، زي بيع خدمات بيسموها، بيع السلع والخدمات وأجور الملكية، هم موضحينها في بابين طبعا. أكيد أكيد احنا بنحكي في ضريبة الدخل وضريبة المبيعات هي بتشكل الرقم الأكبر. يعني المواطن، معلش نكون صريحين، المواطن الأردني بيدفع 4,370 مليون دينار للخزينة ضريبة. ضريبة مش هيك؟ لا، 6 مليار و280. المليار و910 كمان مواطن يدفعها مباشرة طبعا، والمنح الخارجية بتلحقنا يا سيد. موازنة موازنة الدولة جيوب رعاياها. احنا بنعتمد في بشكل مباشر على اللي هي الإيرادات من المواطن. في عندنا منح خارجية 1,128 مليون دينار مضمونات. احنا لغاية الآن هلا هاي الموجودة، الأرقام اللي موجودة عندنا، هل أنها تتحقق؟ لاحظ يا سيدي، احنا طالما بنحكي في موازنة أنت بتخطط لشيء لفترة مالية قادمة. هل الإيرادات وإن كانت متوقعة لكنها مش دقيقة، بينما النفقات، بس خليني أكمل لك إذا سمحت، بينما النفقات وإن كانت متوقعة لكن هي أقرب إلى الدقة. طيب أنا سؤالي بس هيك بكل صراحة، نعم، لأنه إحنا كل سنة بنسمع عن المنح، مضمون المنح هاي مش مضمونة؟ لا، من وين جابوها؟ كيف فصلوها؟ هلا فصلوها على أساس إنه في عندك منحة من أمريكا تقريبا يمكن حوالي مليار. طب هاي 700 مليارات مليار سنوي. هاي 700 مليون. مليار دولار غير القروض. هذول مليار دولار. هاي 700 مليون. أمريكا بتتعامل بالدولار. 700 مليون. 700 مليون. باقيات من وين؟ الباقيات على أساس في من الاتحاد الأوروبي. قديش؟ في من اليابان 250 أو 256 مليون دولار على ما أتذكر. وفي من جايكا الوكالة الدولية اليابانية للماء. في عدة منح من عدة. يعني هذولا تقريبا مضمونات إلى حد الآن ما خلوا معنا هذولا. هذه علمها عند رب العالمين. إحنا اللي بالمنح أخلوا يعني الدول الخليجية مشكورة قدمت كلها باستثناء دولة قطر الدفعة الأخيرة ما أجت بسنة 2014. الدول الخليجية دفعت ما وعدت به، والدول الأوروبية دفعت ما وعدت به إلى حد ما، يعني المصداقية كاملة في المنح. خليني بس بدي أكمل في شغلة بعجالة أرجوك بعجالة ولا يهمك. إحنا بدنا نحكي في أداء الحكومة. هلا الموازنة هاي بدأت تمرر بدقيقة بك تحكي لي لو سمحت. بس كأداء دقيقتين أرجوك تفضل. كأداء الحكومة، لاحظ أنا كيف بقيس إنه أداء الحكومة هذه ممتاز أو جيد؟ لما بقول جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات. أنا مش شايف لغاية الآن إنه صار جذب استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج. لا بل على العكس، إنه في كثير من المستثمرين قاعدين يغادروا البلد نتيجة القوانين المجحفة. المستثمر يطفش وتشريعات كثيرة جدا. هذا واحد. اثنين، محاربة الفساد سواء كان فساد إداري وفساد أو فساد مالي. لغاية الآن أنا ما شفت أنه تحول واحد من هالهوامير الكبار لمكافحة الفساد. طيب، مع أنه إحنا لاحظ إحنا قاعدين ندفع فواتير الفساد اللي تمت. طيب خليني أكمل سيدي بس بعجالة. فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، لغاية الآن ولا شيء. ما يمخفضين زي ما تفضل أنه على أساس وزير المالية بيقول لك أنه ما في فرص عمل. مشان تكونوا بالصورة، حتى قضية التخفيض اللي بيحكوا فيها النسب أنه من 13 ل 11.9 هاي 11.7 في إشي اسمه اللي هو discourage worker اللي هو أنه أنت بتقدم الطلب، لاحظ بعد سنتين أو ثلاث سنوات بيقول لك روح قدم الطلب، بيقول لك حل عني ما بدي أقدم الطلب. هذول اللي ما قدموا الطلبات اعتبروهم كأنهم متوظفوا، وهذا الحكي مش صحيح. طيب، بمعنى أنه قضية توظيف فعلية ما تمت. ستمرر الموازنة بنعم أو لا؟ أكيد نعم ستمرر. مهندس بدي حل المشكلة متردد. أنا صف لي الموازنة بكلمة واحدة فقط، كيف تصف هذه الموازنة؟ غير واقعية. غير واقعية. نعم. تمررها أو لا تمررها؟ متردد في التمرير وعدم. نعم. التمرير.
طيب انا بدي اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، شرفتوني بحضوركم. وقت انتهى وقتنا طبعا، بس ما لحقنا، مرينا سريعا اليوم، اسمحوا لي. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا لكم. اذكر فقط بسؤال تطبيق شارك عبر الرؤيه لهذه الليله، هل تعتقد ان الموازنه ستشهد تحسنا في العام 2015؟ نعم 30%، لا 70%. الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه حلقه هذه الليله من نبض البلد، لقاؤنا يتجدد بكم غدا في نفس الموعد. رؤيا كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم، منكم وإليكم، تصبحون على خير.